ابو بسام السلام عليكم. عليك السلام. شلونك طال عمرك؟ سكتي. الاخ هذا ابو بسام معاه فشل كلوي مبارك الظفيري، ويقول طبعا يوم رحت المستشفى غسلت غسلت وقالوا ولك عندك شقاره 4.5. طيب. ويوم شربت من مرضمه يا طول العمر سالت غالب ولد تخين يقول انا كنت 6 سنين بقى يقول لي تغسل، ويقول شربت من امي مرضمه وطبت من الله ثم الماء هذا، وانا كان عندي شقاله 4.5 5.4 ويوم شربتها حللت امس قالوا عندك الكل الشقاله 9.4 يقول احسن من اول ما شاء الله. وسبت ال سبت الله ثم الماء هذا اللي بمرضمه اللي بمرضمه ما شاء الله ما شاء الله مي القلبه ما القلبه وحاد جو ناس مطريف وانت تقول يا سلمان هذا طبعا الرجال يبي الخير لا طبعا الاخوان اللي يغسلون والقلبان موجوده بمرضمه مرضمه معروفه يعني تبعد من حفر الباطن 130 كيلو والله يجزاه خير الجزاء اتجاه الغرب شعبه انصاف قريبة من شعبة انصاب طبعا يقول لك كم تبعد عن شعبة انصاب مبارك 25 كيلو الله يجزاك خير